لك اخي احنا حياتنا كامله الخدمه اللي خدمناها اصلا اللي كنصوروا كنجيبوا لهاد البنك هذا انا والمراه والولد ديالي. ودابا قال لك البنك تسرق تسرق وشني الحل ما نعرف دابا باقي ما عرفناش شني الحلول. شحال الفلوس مشاو لك؟ وانا 12 ملايين والعيل عنده شي 20 مليون والمراه غير شويه عندها شي 12000 درهم. ايوا دابا ما هذا البنك هذا هذا البنك كنعرفوا قديم فيه الناس يعني محترمين الناس البلاد يعني ما تقدرش تنوها فيهم فهمتيني. هذه هي الثقه اللي جعلتنا نجيو عندهم حنايا يعني البنك معروف هذاك البنك اسباني هذا فهمتيني كيسيروه الناس البلاد الناس معقلين الناس مثبتين الناس يعني محترمين. ودابا فهمتينا كتشوف دابا ما عرفناش شنو غيعملوا معنا. شنو قال لكم الداخل؟ دابا باقي ما قال لنا ما نجيبش لاكارت غنمشي نجيب لاكارت قال لي نمشي نجيب لاكارت نشوفوا شنو كاين. دابا الناس معمر الدنيا عامر الداخل ضيعت اللبس على ما ضيعت المعلومه. النهار اللي نزلتي الفلوس عطاوك شي وثيقه عطاوك شي معلوم عندي الدفتر ديالي عندي كندخل وكنخرج خدام. هذا الشيء وقع لهم دابا غير من كورونا هنايا من كورونا هنا وقع اللعب ولات السرقه ديال الاموال كيخرجوا الاموال كيستثمروا بهم هما الفكره ديالهم ربما غيخدموا غيربحوا وعاد غيردوا ديك الفلوس ولكن تفضحوا تفضحوا دابا غادي داوها من الحبس البارح والناس هما هنايا يعني محطمين في القلوب ديالهم الله يحفظه السلامة. مبالغ كبيرة ولا شنو؟ مبالغ كبيرة هذه 10 المليار صاحبي اللي مشات 10 المليار والصرف شراو الفيلات وشراو الطوموبيلات وشراو عليهم فلوس كبيرة.